متوقعة النتيجة دي. يعني انا بداية اللوك كنت قلقانة قوي، بس لما الدنيا ظبطت لا شكله حلو قوي وجميل جدا. هاي يا بنات، انا شيرو واهلا بيكي في عيلة بنانيت شيرو. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. نورتينا المكان مكانك، ويلا بينا فيديو النهاردة لأحلى عيلة بنانيت شيرو في الدنيا. اول حاجة كل عيد حب وانتو دايما في حياتي، وبمناسبة النهاردة الفالنتاين وهابي فالنتاين دي لأحلى بنانيت شيرو في الدنيا دي كلها. مع اني تعبانة جدا وصوتي تعبان جدا، بس قلت لازم نعمل مع بعض النهاردة احلى فيديو خاص بالفالنتاين ونعمل احلى لوك ميك اب مع بعض. فيلا بينا نعمل لوك ميك اب جامد جدا اخر حاجة، واقول لكم التفاصيل الدقيقة للوك الميك اب الحلو قوي ده اللي احنا عاملينه وانتو شايفينه دلوقتي حالا. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة قبل ما تبتدي اي ميك اب خالص في وشك لازم تكوني غسلة بشرتك كويس جدا ومرطباها كويس قوي قوي قبلها. انا غسلت بشرتي كويس جدا ورطبتها كويس قوي، ودلوقتي كمان هستخدم المصحح اللي انا عاملاه قبل كده عشان ادي زيادة ترطيب لبشرتي. هبدأ بقى ايه، استنى كده لحد ما بشرتي تتشرب كل الروتين اللي انا حطيته عليها عشان تكون مستعدة كويس جدا للمكياج. لان خدي بالك لو انت مش مرطبة بشرتك كويس جدا المكياج هيغير معاكي وهيسبب مشاكل كتيرة قوي. فاهم خطوة قبل ما تبتدي تحط اي ميك اب في وشك ان انت تكوني مرطبة بشرتك كويس قوي ومرطبة تحت منطقة العين، ووشك يكون متحضر كويس قوي قبل ما تحطي اي حاجة على بشرتك. اول حاجة هعملها هحط المصحح تحت منطقة العين عشان الهالات السودة مثلا اللي عندي، فبحط مصحح دايما الاول. تاني خطوة انا بعملها لما باجي احط ميك اب بحط كريم الاساس، بحط منه شوية على ايدي كده. طبعا يا جماعة انا مش ميك اب ارتست، فانا بحب احط الميك اب بالطرق اللي بتكون بتريحني انا، فما عنديش قواعد ثابتة في ان ده الاول او ده الاخر. انا بحط الميك اب على حسب ما انا بحس ان انا مرتاحة يعني. فحطيت كريم الاساس على ايدي وببدأ اخد بالفرشة وببدأ اوزعه على وشي كله كده عن طريق الطبطبة. بالطبطبي يعني، بلاش حركة المسح، لا انتي بالطبطبي. فانا حطيت كريم الاساس على وشي كله كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بحب احط كل حاجة على ايدي، وكل اللي بيحط ميك اب عارف ان احنا ايدينا دي دايما بتكون متبهدلة. وطبعا حاطة مراية قدامي، فهحط كريم الاساس كده كله على وشي. كمان يا بنات ما تنسيش بالفرشة منطقة حز الرقبة عشان خاطر ما يبقاش في فرق ما بين بشرتك ورقبتك كده من كريم الاساس، فبنفس الفرشة تبدأي برضو ايه تنزلي كده خفيف عشان خاطر يبقى في تناسق ما بين بشرتك ورقبتك. وبعد ما وزعت كريم الاساس على بشرتي كلها دلوقتي هستخدم الكونسيلر تحت العين. انا بستخدم لوريال انفيلابل، الدرجة بتاعتي في 329. هستخدم الكونسيلر ده وهبدأ احطه تحت عينيا، هبتدي من هنا كده وهبتدي كده. والكونسيلر ده يا جماعة تقيل يعني توزعيه بسرعة، ما تسيبهوش ينشف لانه مش مائي، هو بودر، فبيحتاج ان انت توزعيه بسرعة عشان ما ينشفش مكانه. فهبدأ كده احط الكونسيلر وابدأ ادمج كده عن طريق الطبطبة. يعني هبدأ اوزع الكونسيلر بتاعي عن طريق الطبطبة كده، هدمج كده. بعد ما دمجت الكونسيلر هبدأ احط كمان طبقة من الكونسيلر، فببدأ كده احط الكونسيلر. حتى لو تاخدوا بالكو انا بحطه برضو عن طريق الطبطبة بالفرشة كده. هجيب الكونسيلر وهبدأ ارسمه تحت حواجبي كده، وهجيبه كمان من فوق الحواجب كده. هبدأ ادمج تحت عينيا عن طريق الطبطبة كده برضو، هطبطبي بخفيف جدا عشان خاطر ما تمسحيش الكونسيلر بتاعك. واي حاجة اساسا بتحطيها في وشك
دايما بتكون عن طريق الطبطبه. هبدأ بقى برضو ادمج تحت العين كده، كل ما ايدك كانت خفيفة عن طريق الطبطبة وانت بتحطي المكياج بتاعك، كل ما المكياج بتاعك طلع احلى وشكله حلو قوي. بعد ما حطيت الكونسيلر ودمجته كويس جدا، هجيب برضو البيوتي بلندر وهمشيها كلها على وشي كده وما بين الانف، عشان اتأكد برضو ان الكريم الاساس بتاعي وكل حاجة في بشرتي مدموجة كويس جدا. بعدين جبت الكونتور بتاعي وهبدأ اعمله على وشي كده. انا بستخدم الكونتور بتاع فلورمر، هبدأ اعمله كده على وشي كده كده. كده يا بنات اهو، طبعا كل وش وليه طريقة كونتور معينة بيه، تمام؟ هي مش حاجة ثابتة، على حسب وشك وعلى حسب ما انت عايزة الكونتور بتاعك يبقى ازاي. هجيب كونتور الانف وهبدأ اعمل كونتور كده لمنطقة الانف. انا صراحة دي طريقتي دايما في حط الميك اب، بعمله كده على طول اهو. وبجيب برضو نفس الكونتور وبطلع بيه على العين كده، بيدي سحبة للعين حلوة قوي. بعد ما وزعت الكونتور على وشي زي ما انتوا شايفين كده، جبت كونسيلر درجته افتح وهبدأ احطه كده وهحطه كده، وهجيب كمان من عند الشفايف كده اهو يا بنات، وكمان هحطه على الانف كده، وهحطه هنا كده، وهحط تحت عينيه بس في هنا كده في الرفعه اهو كده، وهحط هنا كمان كده. هجيب الكونتور تاني، وبعمل دايما الحركه دي في شفايفي بالكونتور كده. بعد ما عملت الكونتور على شفايفي بجيب الكونسيلر، لاني انا دايما بعمل كده. بيكون شكله حلو جدا، وببقى عملت كونتور كمان لشفايفي. هجيب برضو كده الكونسيلر هنا من النص، يدي اضاءة حلوة كده اهو. وهنا هبدأ بقى دلوقتي ايه ادمج اللي انا عملته ده كله. هجيب البيوتي بلندر وهجيب المصحح وهرش كده على البيوتي بلندر شوية، وهبدأ ادمج اللي انا عملته ده كله في وشي. تمام يا بنات، هجيب اهو هبدأ ادمج بالبني. ببتدي دايما انا بالكونتور، ببدأ ادمج كده. ايدك برضو تكون خفيفة جدا، هدمج الغامق وبعدين ابدأ على الفاتح كده، تدمجي كده، ايدك تكون خفيفة جدا وانت بتدمجي. عايزة اقول لكم ان انا بالرغم ده كله هخلص كل ده، وانا اساسا انا مش عارفة انا هرسم عينيا ازاي، بس انا اخلص وشي الاول، ولما بخلص وشي كله ساعتها بقدر احدد صراحة انا هرسم ايه في عيني. يعني انا مش من الناس اللي ممكن ارسم عينيا الاول، لا، بحب احط كل حاجة على وشي، ساعتها بقدر احدد انا ايه الرسمة اللي هقدر اعملها يعني. تمام، هبدأ ادمج كده، هبدأ برضو ادمج في الخد التاني كده. المشكلة بقى ان انا هعمل الميك اب ده كله وفي الاخر هقوم اغسل وشي واشيله، يعني مانيش هخرج اساسا. بس انا قلت بقى ايه، ما يبقاش فالنتاين وما نحتفلش بيه، ايه المشكلة بقى ان انا اعمل كمان انا لوك ميك اب، يعني طالما في فالنتاين واعمله البنانيت شيل ونحتفل انا ومعاهم، بذمتكم مش احسن من اي حاجة تانية؟ ولا انتوا ايه رأيكم في الموضوع ده؟ بصوا شايفين الدمج عامل ازاي، شايفين الوش بقى مرفوع ازاي، شايفين
تمام. هبدأ بقى ادمج كده. بعد ما دمجت وشي كويس جدا، طبعا انا هسيب كونتور الانف دلوقتي مش هدمجه، هبدأ بقى ايه اجيب الفرشة بتاعت الدمج بتاعتي وابدأ ادمج كده العين عن طريق الدمج كده، ادمج الكونتور اللي انا حطيته فوقيها كده عن طريق الدمج. شايفين؟ شايفين يا بنات؟ شايفين الشكل حلو ازاي؟ دلوقتي بقى هنعمل ايه بقى دلوقتي بقى يا بنات، جبت مسكره الحواجب بتاعتي وهبدا امشط بيها حواجبي واسرح بيها حواجبي كويس جدا. انا مش بحب ارسم حواجبي قوي، اخري في الحواجب ان انا اسرحها بمسكره الحواجب. انا مش بروفيشنال قوي في عمل الحواجب لان حواجبي كمان تقيله، فلما باجي ارسمها بيبقى شكلي مش حلو قوي، فانا بستكفي بان انا بمشطها بس كده وبسرحها بالمسكرة بتاعت الحواجب. بعد ما سرحت حواجبي هجيب بقى الكونسيلر وهبدأ كده امشي من تحت الحاجب بكونسيلر فاتح عشان يدي اضاءة تحت منطقة الحواجب كده. هبدأ كده ادمجه خفيف. ودلوقتي بعد ما خلصت وشي وحواجبي هبدأ بقى ايه احط ميك اب على منطقه العين. وانا بصراحه ما اكذبش عليكم، انا مش عارفه انا هرسم عينيا ازاي او ايه الالوان اللي انا هحطها، بس خلينا نمسك الفرشه والالوان ونجرب ونشوف ايه الشكل النهائي اللي هيطلع عليه عينينا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتعملي اشتراك في القناه وتفعلي زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. جبت علبة الاي شادو والفرشة بتاعت الدمج وهبدأ بقى دلوقتي ارسم العين. هبتدي اخد الفرشة كده، وانا مش بعرف اتكلم كتير قوي وانا بحط ميك اب، يعني هحاول بس ايه مش هتلاقوني دايما بتكلم كتير وانا بحط ميك اب. اول حاجة لما تيجوا بس تحطوا اي شادو فرشة اعملوا سكتين بيها كده عشان تطلعي الزوايد من الفرشة، وهبدأ ارسم منطقة العين كده بالطريقه دي كده. انا حطيت حاجات على احمر، بجد يا جماعه اعذروني انا صوتي تعبان جدا ورايح يا بنات، فالوضع معايا والله بجد تقريبا كده والله اعلم، ربنا يستر ما يطلعش عندي حاجه ايه معديه. هجيبه كده بسحبه، يعني على اساس ايه بقى ان انا ايه هسحب عينيا، انتوا فاهمين؟ هجيبه كده بسحبه عشان ايه انا بسحب العين. تمام كده جبت الكونسيلر بتاعي وهبدأ اعمل كده زي سنة كده بالكونسيلر عشان عايزة احط في المنطقة دي جليتر، فهجيبها كده اعمل لها تنظيف بالكونسيلر كده، ابدأ ادمجه كده خفيف عن طريق الطبطبة وهبدأ احط الاي شادو اللي هو جليتر. تمام اخترت اي شادو على جولد كده، هبدا احطه في المنطقه دي كده. صراحه لا هحطه بايدي اسهل فهوزعه بايديا كده، يبقى شكله احلى واسرع، صراحه انا بحب اعمله بايدي. بصوا انا دلوقتي حطيت الاي شادو الجليتر، هجيب فرشة زي فرشة الدمج وابدأ كده ايه بس امشي عليها الاي شادو كده عشان اوزع شوية الجليتر برضو يبقى متناسق مع باقي العين كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده يا بنات. اللوك جامد، اللوك جامد جامد جامد. هجيب قلم الكحل بتاعي، هجيب لون اسود وهبدأ احطه من جوه كده، من جوه الرموش. تمام هحطه كده. هجيب كمان الكحل بتاعي وهبدأ اجيبه من اول العين بس كده، بصوا كده لحد بس نص العين. هجيب بقى قلم الكحل الابيض وهحطه في النص التاني اللي انا ما حطيتش فيه الكحل الاسود، هجيبه كده. شايفين يا بنات بيبقى شكله حلو قوي وبيدي وسع قوي وشكل حلو قوي لعينك. تمام هجيب بقى فرشة
وهحط لون تحت عينيا. انا هحط من بداية العين كده لون. ممكن تسألوني تقوليلي ليه يا شيرو انتي ما حطيتيش بودر او كده. انا يا جماعة من البشرات اللي بشرتي ما بتحبش البودر خالص حقيقي، يعني انا ما بحبش احط بودر على وشي نهائي ايا كان نوع البودر، مش من محبينه. والميك اب بحطه صراحة ما بقاش محتاجة بودر. انتي لو محتاجة تحطي بودر حطي، انا ما بحبش صراحة. لا بحط ميك اب، والميك اب بيثبت ويبقى شكله حلو جدا من غير ما احط بودر او احط اي حاجة عليه. بعدين هجيب برضو الجليتر زي ما حطيت الجليتر فوق، هحطه تحت، هحطه في البداية كده. هبدأ احط الماسكارا في عينيا كده، الماسكارا بتاعت لوريال بارادايس. طبعا اللوك ده لو عايزة تحطي رموش حطي، بس انا لا مش هحط رموش، لاني صراحة انا رموشي جميلة وحلوة ومش حاسة ان انا عايزة احط رموش، فانا هعمل لوك بدون رموش وبدون عدسات، برموشنا الطبيعية وبعيوننا الطبيعية. بالعكس اللوك بيبقى شكله حلو جدا وجميل. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. هجيب الايلاينر بتاعي وهبدأ ارسم الايلاينر كده. والبنات اللي مش بتعرف ترسم الايلاينر، انا عملت لكم فيديو كامل ازاي تعملي الايلاينر، هتلاقوا الفيديو موجود في الفيديوهات بتاعتي. شايفين يا بنات الايلاينر حلو ازاي؟ احنا هنا رسمنا الايلاينر في العين ده، هبدأ ارسم برضو الايلاينر في العين التانية. هجيب الهايلايتر بتاعي، وانا بحب استخدم الفرشة دي في الهايلايتر، وهعمل كده وهبدأ احط الهايلايتر بتاعي على خدي من هنا كده يا بنات، وهحطها هنا كمان عند الانف كده وهنا. بعد ما حطيت الهايلايتر هجيب برضو فرشة تانية وهجيب الكونتور البودر عشان اعيد بس كده على الاماكن اللي انا عملت فيها كونتور عشان يبرز اكتر معايا ويثبت اكتر. وهحط بلاشر بلون بينك كده وردي خفيف عشان يدي برضو درجة خفيفة كده في المنطقة دي برضو كده اهو. هجيب الروج الاحمر بتاعي وهحطه على شفايفي. كان اللوك النهائي، قولولي ايه رأيكم، عجبكم ولا ما عجبكوش يا بنات؟ ولو في اي حاجة مثلا مش عجباكم اكتبولي في التعليقات. انا بصراحة حبيت اللوك قوي، حسيته بسيط، الروج احمر، رسمة العيون عجباني قوي، الايلاينر عجبني جدا وزبط معايا، حبيت الهدوء اللي شايفاه في خدودي، كمان كل ما الميك اب هيبدأ يهدى هيبقى شكله احلى وكيوت كده وحلو قوي يعني. انا عجبني جدا، متحمسة ان انا اعرف رأيكم في التعليقات، ايه رأيكم في اللوك الجميل ده؟ وهابي فالنتاين داي. وبس كده.